باهي الترتيحة هكا عبد المجيد ها؟ من الأشدقي يضحك عبد المجيد علاش؟ الجمهور فرحان احنا متفائلين بتونس ما شاء الله ان شاء الله نهار السبت موجات إيجابية قبل فرحة كبيرة لا احنا ديما احنا قبل مقابلة نيجيريا كنا في البلاتو وعاد طلب منا باش نعطيهم موجات إيجابية للمنتخب وكنا متفائلين معناها أنا نقول مقابلة نتاع نيجيريا تنسات وفات المقابلة هذيك لا لا توفيت لا لا وفيت لا 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 عبد السلام شكون لك علاش وفيت خاطر حتى مقابله ما تشبه المقابله الاخرى لا مو لا كيفاش تقول لي لا خاطر كمل لك علاش كمل خاطر كيفاش تقعد تعيش على واقع الربح والنجوه كمل تو جاوبك علاش باش تنسى الاهم اللي هو نهار السبت المقابله نتاع بوركينا فاسو نجم تقول لي شنو اللي لقيناه في مقابله نيجيريا كيناس. شنو اللي استعاد قلنا سوليداريتي قلنا الروح قلنا القليب اي هذوما طيشوما لا الربح تنساه نحكي الربح وفين الماتش خاطر باش تلعب مع بوركينا فاسو وعبد السلام مش نفس الماتش مختلف تماما باش تلعب ضد كيب اللي الاخرى حبت تصنع اللعب وتهاجمك وتلعب لك على الاطراف ومعناها هذاك الستيل نتاع الفريق النيجيري الفريق مختلف يلعب لك با يترقب يستناك يخليك تلعب يعطيك الكوره يلعب لك على الهفوات نتاعك دونك اذا انت تكتيكمون ما تكونش حاضر وجاهز ومحضر بلان دو جو على برشا مراحل الماتش يتعدى وانا علاش جبت علاش قيمه العيدوني والشعلاني وان شاء الله الشعلاني يكون لباس عليه خاطر لا قدر الله ان يدخلوا مجموعه صحيح عندنا مجموعه لكن فما مقابلات فما ملاعبيه تقول لي انديسبونسابل في الماتش هذاك هذا الشعلاني مع بالفورمه اللي عنده اذا غيب لا قدر الله الشعلاني ما العيدوني باش يلقى الاطار الفني يلزمو يلقى الحل خاطر هذاك دوره اما باش نلقاو صعوبات علاش خاطر لونترو جو هو الكليم تاع الماتش في كل مقابله مسخيري خلينا نتفاعل معاك مجيد اتفضل اتفضل فما ثوابت استعادها المنتخب الوطني التونسي وكانت غايبه مش هذاك المنتخب في الدور الاولاني خاصه في ماتش جامبيا ما شفناش تونس ما شفناش ملاعبيتنا ما شفناش الروح كانت غايبه كي تمشي لمباراه بوركينا فاسو بالثوابت نتاعك نتاع الكوره نتاع انه الملاعبيه واثقين انه الاطار الفني واثق من اختياراته لانه التغيير الخطط التكتيكيه خلينا نكمل بربي الفكره ربي علاش الثوابت كانت مش موجوده علاش ان جور سون ان جور سون خاطر انا بالنسبه لي انا حاجه مهمه برشا تمس حاجه برشا تمس الامور بروبر بوتنسيال بوتنسيال اللي اليوم التوانسه والعالم رجعوا واثقين ولا فارقه انه تونس عندها ملعبيه مانيش نحكي على دي ستار اما نحكي على مجموعه انصام خساره نتاع جامبيا مست التوانسه الكل مست الملعبيه صارت انتقادات كبيره عليهم على الاطار الفني على الملعبيه صارت رده الفعل وربما هذيك الخساره هي اللي فادتنا بعد كان ربحنا جامبيا ممكن لا قدر الله ما نجموش نربحوا نيجيريا